بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون بارد الصبح ومائل للبرودة بالنهار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد، وفي كمان أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وممكن تتحول لأمطار غزيرة أحيانا على مناطق من إسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وفي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى. النهاردة كمان في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، وخلينا نطمن بس النهاردة من الصبح حاسين برياح وفي رمال يعني شديدة شوية عايشينها النهاردة. بالفعل هو احنا طبعا بنشهد تقلبات جوية ذروتها اليوم، وده بسبب وجود امتداد منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط، كمان منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعملوا على حالة من التقلبات الجوية تكون ذروتها اليوم، واهم عنصر فيها هو طبعا نشاط الرياح اللي كلنا حاسينه منذ الساعات الاولى من الصباح. نشاط رياح سرعته ما بين ال 40 الى 60 كيلو متر على الساعه، ونشاط الرياح ده في اغلب مناطق الجمهوريه هيكون مثير للرمال والاتربه، خاصه في الاماكن المفتوحه، المدن الجديده، الاماكن الصحراويه في اغلب مناطق الجمهوريه. كمان نشاط الرياح اليوم هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، ارتفاع الامواج هيوصل ل 6 متر على البحر المتوسط غير مؤهل تماما لاي اعمال صيد وملاحه بحريه، بالاضافه كمان ان اليوم هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره خلال فتره النهار، وايضا خلال فترات الليل هتنخفض عن الامس بحوالي درجتين لثلاث درجات، لان اليوم متوقع العظمى تكون 16 درجه مئويه خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، مع وجود طبعا نشاط رياح بنتكلم عليها هيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، فهنحس ال 16 دي لو تكون 14 درجه مئويه، فاجواء فتره النهار بتكون اجواء مائله للبروده، فترات الليل اجواء تكون شديده البروده على اغلب محافظات الجمهوريه. كمان فرص الامطار اليوم هتبقى موجوده بشكل كبير على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، هتكون امطار متوسطه ورعديه احيانا على اغلب المحافظات الساحليه، ممكن تغزر على بعض المناطق من الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، ايضا الامطار هتمتد امطار خفيفه لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، مدن القناه، وسط سيناء، ويمكن كمان خلال فتره المساء تمتد امطار خفيفه لمناطق من القاهره الكبرى. طيب عدم الاستقرار في الطقس او في حاله الطقس النهارده هل بتاثر على حياتنا اليوميه وعلى اشغالنا واعمالنا؟ هو طبعا احنا لازم ناخد بالنا من نشاط الرياح، لان ده العنصر الاساسي اللي ممكن يسبب لنا مشاكل، لان طبعا نشاط الرياح مع اثاره الرمال والاتربه ممكن يسبب مشاكل لاصحاب مرضى الكتلة الصدريه والجيوب الانفيه، كمان ممكن يعني اضطراب حركه الملاحه البحريه طبعا على البحر المتوسط، ما فيش اي اعمال انشطه بحريه على البحر المتوسط، فرص الامطار ممكن على المناطق الساحليه، لان فرص الامطار على المناطق الساحليه زي ما بنقول امطار متوسطه الى غزيره خاصة في الخمس محافظات اللي ذكرناهم، فمهم جدا ناخد بالنا من القيادة تكون بطرق تام على أغلب الطرق بسبب الأتربة والرمال المثارة، لأنها تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية. مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لو احنا هنخرج النهاردة لازم نرتدي الكمامات، كمان طبعا لازم نبتعد تماما عن الأشجار، المباني المتهالكة، أعمدة الإنارة، ألواح الإعلانات المعدنية، لأن في سرعات عالية للرياح، بالاضافه كمان لازم ارتداء الملابس الشتويه الثقيله خلال فتره النهار وخلال فترات الليل. التقلبات الجويه هتكمل معانا غدا الثلاثاء لكن هتكون بصوره اقل، يعني غدا ان شاء الله نشاط الرياح هيكون اقل من اللي بنشهده اليوم، مش هيكون في اي اتربه ورمال مثاره، فرص الامطار هتكون امطار متوسطه على المناطق الساحليه تمتد لبعض المناطق الداخليه، لكن درجات الحراره وانخفاض درجات الحراره بيكمل معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله. اهم حاجه ناخد بالنا ان نشاط الرياح هو اللي بيخلينا دايما نحس بانخفاض درجات الحراره وبروده. تقصدي ان من يوم الاربعاء هيبتدي الجو يستقر بشكل اكتر، درجات الحراره ترجع تاني لمعدلاتها الطبيعيه؟ هي طبعا من يوم الاربعاء هيبتدي انخفاض في درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى 17 درجه مئويه، لكن مش هيكون في نشاط رياح يخلينا نحس بيها اقل من 17 درجه مئويه، احنا اليوم متوقع 16 درجه مئويه على القاهره الكبرى، وغدا ايضا 16 درجه مئويه،
مع نشاط الرياح هنحسها ابرد، لكن مع يوم الاربعاء هيحصل اعتدال في سرعات الرياح وتحسن نسبي في الاحوال الجويه، فهنحس نوعا ما بالاستقرار في الاحوال الجويه، لكن انخفاض درجات الحراره هيكمل معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله. هل في توصيات ممكن نقدمها للناس خصوصا مرضى الحساسيه يقدروا يعملوا ايه النهارده؟ بالفعل يمكن النهارده مع الاتربه والرمال المصفرة لو احنا هنخرج النهارده لازم يبقى في كمامات، طبعا لازم نرتدي الكمامات، مهم كمان في المحافظات المعنيه اكثر في سقوط الامطار، اثناء سقوط الامطار نبتعد عن اعمده الاناره واكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه تكون القياده بالزكام مع سقوط الامطار، لان لا قدر الله الامطار بتؤدي لانزلاق العجلات على الطريق وبتؤدي كمان لانخفاض الرؤيه الافقيه، يعني سرعات الرياح عاليه جدا اليوم، مهم جدا نبتعد عن الاشجار واعمده الاناره والواح الاعلانات المعدنية. طبعا النصيحه المهمه ان احنا لازم نتابع النشره الجويه بصوره يوميه عشان نشوف اي تغيرات في الحاله الجويه ونبقى مطمنين دايما قبل ما نخرج من البيت. نشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 16 والصغرى 10. العاصمه الاداريه 16/9، اسكندريه 16/10، العالمين الجديده 15/9، مطروح 15/10، دمياط 17/11، بورسعيد 17/11، الإسماعيلية 16/9، السويس العظمى فيها 16 والصغرى 9، العريش 17/10، كاترين 12/1، طابة 19/10، حلايب 22/16، شلاتين 23/15، شرم الشيخ 22/12، الغردقة 22/11، الفيوم العظمى فيها 16 والصغرى 6، بني سويف 16/6، الوادي الجديد 19/4، أسيوط 17/5، سوهاج 18/6، قنا 21/7، الأقصر 20/7، وأخيرا أسوان العظمى فيها 21 والصغرى 9. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان يعني معلوماتنا عن حالة الطقس النهاردة واللي هتستمر لحد بكرة في اضطراب في حركة الملاحة طبعا البحرية، وفي انخفاض في درجات الحرارة، في رياح مثيرة للرمال والأتربة، علشان كده ناخد بالنا على أغلب الطرق الصحراوية والمدن الجديدة علشان نحافظ على سلامتنا. كمان في أمطار ممكن تبقى غزيرة، فنبعد عن أي تجمعات مائية، نبعد عن الأشجار الكبيرة أو البنايات المتهالكة أو أعمدة الإنارة علشان تحمي نفسك وعائلتك وترجع بيتك بألف سلامة. نرجع مرة تانية لشاذلي وباسانت نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك.